دجلة، الجسر العتيق، الموصل القديمة. راح نشوف اليوم حصادنا ايش راح يكون بهاي المنطقة، منطقة موصل القديمة أو باب السراي مثل ما يسموها أهل الموصل. ابقوا معنا. في من رب السماء وحدي لا تخليني، قام يرديلي سمرة قتلتيني، خفي من رب السماء وحدي لا تخليني. قد تكون اللوحات الدالة أو الأبنية في بعض الأحيان هي علامات الاستدلال لمعرفة هذا المكان عن غيره، لكن الأمر يختلف تماماً في وجهتنا لهذا اليوم، حيث الرائحة العطرة التي تملأ المكان والتي نستنشقها عن بعد عشرات الأمتار، دليلاً على أننا قد أصبحنا قريبين من أشهر سوق من أسواق الموصل القديمة، ليقودنا هذا العبير إلى سوق التوابل أو سوق العطارين. سطوحكم عالي والله كتالني العطش والله ارحموا بحالي، شربتكم باردة سطوحكم عالي والله كتالني العطش والله ارحموا بحالي. أنا اليوم واقفة بمكان أهل الموصل يعرفوه هذا المكان، باب السراي سوق العطارين، وأمام عطارية رفاعي الحاج غانم من العطارين القدامى بمدينة الموصل، وبهذا السوق سوق السراي. فرح نلتقي مع الحاج رفاعي. أهلا وسهلا. كل الهلا، يا مرحبا، تشرفنا بيكم، يا أهلا وسهلا، كل الهلا على رأسي. إحنا اليوم جايين حتى نتعرف ونغوص بتفاصيل هذا السوق. نعم. سوق العطارين أو سوق السراي. باب السراي. نعم. باب السراي. نعم. فخلي نبلش من باب السراي. نعم. شنو هو تاريخ باب السراي، سوق باب السراي، وشي ضم هذا السوق؟ نعم. طبعاً باب السراي سوق ضخم، باب السراي سوق ضخم، يتقسم منه عدة أسواق، يعني من ضمنها مثلاً سوق العطارين، سوق العطور، سوق الصفارين، سوق الملابس، سوق المفروشات، سوق الحدادين، سوق الفحامين، هذا كله يعتبر باب السراي. طبعاً باب السراي تأسس سنة 1769، تأسس هذا السوق واللي هو يعتبر واجهة من واجهات الموصل القديمة والحضارية أيضاً. نعم. ومن ضمن سوق العطارين اللي هو سوقنا واختصاصنا، تأسس سوق باب السراي سنة 1820. نعم. والعطارين موجودين بينه بيوتات، بينه ناس معروفين من الزمان، يعني أكون بيوتات صالم مئات السنين، هم وأحفادهم أجدادهم والأحفاد والأولاد كلهم لحد الآن موجودين، وإحنا الحمد لله من ضمنهم. نعم. يعني الحمد احنا الحمد لله والشكر، احنا هون ببيت، احنا اولاد حاج غانم، احنا خمس اخوه الحمد لله والشكر، عندنا خمس محلات بهذا السوق بفضل الله. نعم. يعني هاي المهنه امتهنتوها ابا عن جد. نعم. يعني نعم. احنا معروفين بهذا السوق من زمان، ويعني على قلك انا واخوتي خمس اخوه، احنا عندنا بهذا السوق خمس محلات الحمد لله والشكر، ونمارس هذه المهنه واتقناها على مستوى البهارات والاعشاب. نعم. يعني رغم التطوير اللي صار مثلا من الوظائف. نعم. توفرت مثلا فتحوا أبواب الوظائف مثلا. نعم. لكن مع هذا حافظتوا على المهنة. نعم طبعا احنا حافظنا على مهنتنا، لان هي مهنة ابائنا واجدادنا، ما ممكن ان نعوفها، يعني حتى احنا ساعتها نورثها لاولادنا. ساعتها انا عندي اولاد اثنين الحمد لله والشكر، اتعلموها واتقنوها ويعرفون كل الخلطات وتعلموا، بدأوا يكشفون اسرار المهنة. حجي، يعني إذا تحضرك العوائل أو البيوتات اللي كانت تمتهن هاي المهنة. نعم والله كثير، يعني من العوائل عندنا هون، يعني عندنا بيت سالم زيدان،
أو لحد الآن موجود. طبعا هو صار له أكثر من 70 سنة ورجل موجود. عندك بيت محمد علي، بيت الشاوي، بيت مؤيد الله يعطينه صحة وعافية موجود، وأولاده هم موجودين كثير، بيت غانم الشاوي، بيت هاشم الشاوي، كثير موجودين. يعني أنا خاف أذكر أسماء وأنسى ناس يزعلون علي يعني. فكله كثير يعني عطارين الموصل صراحة، عطارين الموصل من أرقى العطارين تقريبا على مستوى العراق، يعني لأن توارثوها، ما عندنا يعني عطار جاي من خارج مهنة. كثير العطارين الموجودين هم متوارثين العطارة أبا عن جد. نعم همنا هاي مهنة وتحتاج شوية مثلا ما هين أو ما سهل أكيد تدمج المواد أو التوابل وتطلع فتشي مثلا يعني ينغاد له أكيد، ينغاد له ممارسة وينغاد له علم وينغاد له يفهم أنه المواد وخواصها، يعني إذا كانت أعشاب وإذا كانت بهارات يعني يعرف ايش يخلط. يعني مثلا الباسترما يعرف ايش يخلي له قص اللحم او الشاورما او المندي او الفينكر، هذه كلها خلطات. طبعا صراحه هي البهارات ما تتجاوز ال 14 او 15 ماده، بس نطلع منها ما يقارب ال 50 تشكيله، وهي من ضمن هذه. فلازم العطار عنده ذوق وعنده ممارسه وعنده خبره، يعني اللي يعني هي الفلفل، الكمون، الكزبرة، الورد الجوري، القرنفل، جوزة البوة، الكزبرة، هي هاي المواد الأساسية، 10 مواد أو 12 مادة من ضمن الهيل أيضا. هذه العشر مواد أو 12 مادة نطلع ما نطلع خلطات يمكن 50 خلطة، اللي هي كبة، دولمة، برياني، شاورما قص، شاورما لحم، الفينكر، المندي، كل الأكلات اللي حتى بهارات للزلطة عندنا، بهارات للباشا عندنا، كلها طبعا موجودة. يعني ما نعتمد على البهارات العامة. لا البهارات يعني موجودة، لا خلطات يعني هي لازم أقلك، لازم العطار هو عنده ذوق وعنده خبرة وعنده ممارسة. إيش قد صار لكم بهاي المهنة بهذا الشغل؟ يعني إحنا ما يقارب 40 إلى 50 سنة إحنا ممارسين المهنة، دخلنا بها وأتقناها على مستوى عالي جدا. يعني ما بس ممارسة وقراءة كتب ومراجعة، ومن ضمنها ندخل على النت وندخل على العطارين اللي بالخارج وناخذ منهم، يعني لازم نتابع التطورات والخلطات، حتى لأن أكلات حتظهر جديدة. يعني كثير أكلات كانت بالسابق ما موجودة، يعني بالموصل كان الكبة، الدولمة، البرياني، أسعد دخلت المندي، دخلت الفينكر، دخل كثير أكلات أسعد طلعت، وإحنا عن واكبة وعن حضر لهم البهارات اللي يحتاجوها. أكيد يعني دائما الأكلة هي تكون طيبة، يعني تطلع حلوة وطيبة بالنكهة بالبهارات، خاصة الكبة يعني أكيد. أو الدولمة أكيد الدولمة أو الكبة أو البرياني بدون بهارات يعني ما لها أي، يعني هو راح يظل التمن والدجاج والكشمش، إذا ما تخلين عليها البهارات ما راح، يعني مجرد تمن وخلطة. بس من راح تضيفين عليها هاي البهارات راح تغيرها إلى 100%، راح تغير طعمها. زين مرات تصير حساسية من التوابل، أكو نوعية من التوابل مثلا تصير مثل الحساسية؟ نعم والله، هو صراحة ماكو شيء، يعني هي الأدوية اللي ينطوها الأطباء، الأدوية اللي بالصيدلة تعمل حساسية. أيضا البهارات نفس الشيء، أكو عنده حساسية وأكو مع، يعني أنا اللي أشتغل بهاي البهارات عندي حساسية من الزعتر، يعني بس اكل زعتر او اطحن زعتر اروح للمستشفى، يصير عندي حساسيه وبالجلديه وضيق بالنفس. يعني اكو مواد عندنا حساسيه، واكو مواد اصلا تتفاعل مع الادويه، يعني مثلا عندنا قرنفل، عندنا مواد اللي ياخذها مثلا تتعارض مع ادويه الضغط، تتعارض مع ادويه السكر. فنحن ننطيها قبل ما ننطي الماده نسأله نقول له عندك حساسية من فلان مادة، عندك حساسية من فلان، فنتجنب ونقول له لا يفيدك أو ما يفيدك. وبنفس الوقت أكو كثير شغلات هي تعتبر علاج طبعاً. أعشاب مثلا طبعا هي أصلا البهارات كانت اكتشفت البهارات من الحضارات السابقة، الحضارات يعني الحضارات المايا والإغريق والهنود والصينيين، هذول كانوا يستخدموها أصلا، هي طب كانت نباتات اصلا ما معروفه منكهات وبهارات، كانت هي اصلا يعطوها للمرضى، فكانوا ينطوها للمريض، تعتبر صعبه ما يستسيغها، اما تكون حاره او حاده عليه وما يستف، فقاموا يضيفوها للحوم
وللمشروبات وللمأكولات حتى يستسيغ المريض. فاكتشفوا انه من يحطوا هذه المواد النباتات يخلوها على هذا الاكلات، الاكل مالهم حيصير له نكهه وحيصير طعمه طيب. فمن هذاك الوقت اكتشفوا انه هاي النباتات تحولت الى منكهات وبهارات. هكذا بذاك الحضارات اللي هي اصلا المواد العطاريه، الفلفل، الكمون، الكزبره، هاي كلها كانت نباتات اصلا هي معالجه. بعدين اكتشفوها انه هي منكهات وبهارات وبداوا يبدعون بها وبداوا يزرعوها وبداوا يهتمون بها واصبحت تجاره عالميه البهارات اليوم. نعم. ذكرت بالبدايه بان عندكم عده محلات بهذا نعم. السوق. احنا بفضل الله عندنا 5 محلات بهذا السوق. هذا المحل خاص لشنو؟ هذا المحل يعني اكثر شيء مهتمين بينه البهارات، مختصين بينه بالبهارات والخلطات. نعم. نطحن البهارات، كل البهارات، اي اكله تحتاج بهارات احنا موجوده واحنا نحضرها بنفسنا. والمحلات الباقيه؟ المحلات الباقيه عندنا مفردات وعندنا جمله ايضا، يعني عندنا جمله نوزع جمله للعطارين. موجود هسه اذا تريدون ننتقل نشوفكم اياه. اكيد راح نكمل لقائنا بباقي المحلات، محلاتكم موجوده. تحبون الله ولا تقولون، دخيل الله ولا تقولون، سعاد وكن ما جات اي دلال، سعاد وكن ما جات عيني دلال. بما انه احنا اليوم بهذا السوق اكيد راح نتجول وراح نتعرف على تفاصيل هذا السوق. حجي هسه طحنت فلفل اسود، صارت عندي هيك مثل الحساسيه. طبعا هذا نوعيته كلش ممتازه، هذا نوعيه بي 1 البرازيلي اسمه، نوعيه كلش ممتازه وعطره حيل قوي. يعني دائما تعتمدون على استيراد لو اكو انواع خاصه مثلا؟ لا كثير اكو، يعني 90% من موادنا استيراد، احنا كانت هون نزرعها بس تعرفين قل الاهتمام بالزراعه، فكثير من المواد ما لنا نستوردها من الخارج. نعم. يعني مع الاسف بما انه بلدنا يعني موجود كل شيء فيه، يعني كل شيء موجود، احنا كنا نصدر للعالم كثير شغلات. اكيد كنا نصدر المواد العطاريه لكثير كثير من البلدان، ويعني خاصه الكزبره، الكمون، يعني كثير عندنا مواد، حبه السوداء، حبه البركه، كثير عندنا مواد احنا كنا نزرعها بالموصل وكنا نصدرها، بس مع الاسف قل الاهتمام بها والفلاح ايضا ما مهتم، لان الحكومه اصلا حاليا ما عاد تدعم الفلاح، فما يصرف له الشغل، هو تعب ويتعب وبالاخير يجي المستورد يبيع اقل منه، ولهذا تركوا كثير من المواد اللي كانوا يزرعوها، لكن احنا كلها موجوده، بس احنا هسه حاليا عم نعتمد على الاستيراد، عم نستورد من كثير بلدان بالعالم، عم نستورد من باكستان ومن الهند ومن فيتنام ومن غواتيمالا، حتى من الصين عم نجيب، ومن تركيا ومن ايران، وكل شيء عم نجيب من الخارج مع الاسف. يعني مع العلم كنا احنا هون نزرعها واحنا نصدرها للعالم. نعم. راح ننتقل للمحل الثاني. نعم. التابع الحج رفاعي. نعم. حتى نتعرف اكثر على تفاصيل. نعم. المهنه. اوكي يلا تفضل حجي. نعم. دنشوف دنلاحظ بان قسم من محلات العطاريه. نعم. بيها يعني اكو رابط بين الحلويات مثل الطحينيه وحلاوه السمسم، شنو الرابط بين العطاريه التوابل والحلويات؟ والله هي صراحه ما بها يعني ما بها علاقه، بس كانت هي هذه الطحينيه والحلويات كانوا موجودين هون محلات يعني يمارسون هاي المهنه، بس اكثرهم ما صار بعد معارك التحرير، كثير ناس ما رجعت، وتعرفين هون الناس يعني معروف هذا السوق انه يبيع هاي المواد، فالناس تجي فمن جبر ابو العطاره يجيب هاي الشغلات. ايه فيدمجها يدمجها معها، وهي اصلا يعني ترهم يعني ماشيه، يعني الراشي مع البهارات يعني كلش عادي ما بها اي مضار. نعم. وهذا المحل الثاني. المحل الثاني عطارية الياسمين. نعم. عطارية الياسمين. أوكي. هذا المحلات هون يتفضلوا. أوكي.
الحاجة اليومية للبهارات إن كان للاستهلاك المنزلي أو المطاعم جعلت هذا السوق يشهد إقبالاً رائجاً وله رواداً كثار من المتسوقين لاقتناء احتياجاتهم بالكميات والأنواع المرغوبة. لكن ما مدى تأثر نسبة البيع والشراء فيه مع ظهور أنواع معلبة غير طازجة لو تم مقارنتها من ناحية الأسعار والتوفر في محلات وأماكن عديدة؟ حبون الله ولا تقولون دخيل الله ولا تقولون سعادك إن ماتت أي أي دلال. وصلنا المحل الثاني اللي هو عطارية الياسمين. ياسمين نعم. اللي هو أخوي بينو محمد غانم أخو رفاعي الحاج غانم. زين شي ذكرك بهذا المحل بما أنه ذكرت بالبداية بأنه هذا كان مكان والدك؟ هذا المحل الأساسي لوالدي الله يرحمه. احنا صرنا من هذا المحل وانطلقنا من هذا المحل وشلنا اسم أبونا من هذا المحل. يعني الله تعالى يرحمه هو اللي جابنا على هذا السوق وعلمنا وفهمنا وأتقننا المهنة عن طريقه وعلمنا على خبايا المهنة كلها. واحنا اولاده الخمسه انطلقنا من هذا المحل وتعلمنا كثير اشياء منه يعني رحمه الله عليه. هذا المحل يذكرك بطفولتك يعني كنت تجي مع الوالد أكيد هنا اكيد مثلاً. مرابي الصبا يعني مرابي الصبا هوني وذكرياتنا كلها هوني وهو احسن ذكرى انه والدي رحمه الله عليه. نعم زين هو قبل ما كان اكو اسم محل كان دكان نعم ايه كله كان دكيكين هوني وحتى يعني ما بهذا التطور كانت محلات بسيطه حتى كانت الخبنقات اكثر كانت اكثر خبنقات خشب كله خشب وتنفتح لي فوق والطبقه الجوه تنشال تنفتح لي فوق ويثبتوها بفد زاويه خشب زاويه والناس تيجي تتفتح بسطاتها ويسترزقون على باب الله. نعم وبعدين بمرور الوقت الزمن تغير يعني صارت محلات صار تطوير مثلا مكان محل صار محلين وثلاثة. نعم 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 طبعا هو تعرفين انت انفتح السفر العراق كان مغلق تقريبا بذاك الزمن فهالساعة العالم انطلقت طلعت على كثير ثقافات خارجية يعني كثير مواد احنا ما كانت عندنا هون يعني يمكن عندنا ما يقارب 200-300 مادة احنا ما كانت موجودة كنا نعرفها بس ما كانت عندنا ما متوفرة عندنا بس من انفتح السفر ومن انطلقت الناس وانطلقنا على العالم كله يعني عندنا ساعة استرادات ذكرت لك انه من الهند عندنا من الصين عندنا من غواتيمالا عندنا من امريكا تعرفنا على كثير ثقافات وكثير خلطات وكثير يعني احنا علمنا هذيك البلدان يعني احنا كثير من الناس يعني من نسافر هم يسالونا انتم ايش تستخدمون لهذا المرض وايش تستخدمون لهذه الخلطه كثير احنا يعني علمناهم واحنا ايضا بنفس الوقت تعلمنا منهم صراحه يصير مثل التبادل شيء حلو رائع هذا طبعا يعني طبعا نعم قد ما يزور مثلا اماكن او دول اكيد راح يتعرف على غير شغلات حجي برايك البهارات يعني هسه خاصه يعني عاده نشوف بالمحلات بالمولات اكو بهارات معلبة تكون زين هي منافس المنتجاتكم يعني اللي أنتوا تصنعوها أو الخلطات اللي أنتوا تسووها وتأثر على البيع؟ نعم طبعا كثير أنا أقول لك صراحة أنا بكل صراحة كذلك أهل الموصل ما يستخدمون المعلبات يعني من السابق معروفين أهل الموصل إذا ما يجي عند العطار ماله ويغشع المادة ويطحنها قدامه ويعمل الخلطة قدامه ما يرتاح يعني يجي يقعد يم العطار هي متعه التسوق للبهارات هذه انه يجي عند العطار ويقف يمه ويشتم هاي العطور الطيبه ريحه الفلفل والكبابة والدارسين يعني روح عطائر المعطرات كلش طيبه فهي متعه التسوق بالبهارات انه يجي يقف يم العطار ويشوف الخلطات كلها قدامه اما المعلبات صراحه المعلبات يعني الناس بالموصل ما ترغبها وهي يعني تعرفين ما يأمنون يقول لك ما اعرف اشكو ببطنه يعني ما يعرف اشكو ببطنه او طريقه التعبئه ماله او الاكسبايرات ماله يعني ماده معبب بداخل علبه وعايش دغيه ما مثل ما هو قدامه يجي يغشع الماده نظيفه منقاه ومغربله ونظيفه واصلا العطار هو لازم يكون نظيف وصاحب خبره فهكذا الا المعلبه انا صراحه بالموصل ما ناجحه لان الناس اهل الموصل متعلمين يجون للعطار ويغشع كل شيء قدامه وياخذ ويتونس بالخلطات ويستمتع ويمشي.
زين عادة النسوان لو الرياجيل يجون مثلا يختارون الخلطة؟ والله كثير احنا عندنا يعني بس اكثرها النسوان، لان يعني تعرفين هي ام المطبخ، هي اللي تطبخ، هي اللي تعرف ايش تخلي. خاصة النسوان قبل كانوا ياخذون ورقة وقلم ويكتبون شنو البهارات اللي يريدوها والمواد، ويجون للعطار يقولون نريد هاي الخلطة. نعم نعم نعم، لحد هسه موجودة، لحد الان موجودين ويجون، وطبعا اكو منهم حتى تقعد تلقي، يعني تقعد تلقي مثلا الجوست البو، تقعد تلقيها، تقعد تعبي هي القرنفل بيدا. انا كثير عندي معاميل انا خليها اعرف يعني على عقليتهم الاهل الاول، ابانا واجدادنا الله يعطيهم الصحه والعافيه، يجون الا يعبون بيدهم، تقول لي ابوي انا اعبي بيدي، امسكي حجي اعبي بيدك، يعني على فطرتهم، وعلى يجون يعني يستمتعون بهذا الشيء. نعم. عندكم مثلا انواع يعني البهارات شنو الرائج بالسوق أكثر شيء، يعني شيء يفضلون الأغلبية، يعني عندكم مثلا خلطة معينة هي اللي تمشي دائما بالسوق؟ والله كبهارات البهارات كلها عندنا فضل الله كلها تمشي، يعني اكو حسب يعني هي احنا عندنا حسب اختصاصات المطاعم، يعني احنا بفضل الله المطاعم الدرجه الاولى اللي بالموصل كلها يعني خلطات من عندنا وتجهيزات من عندنا، يعني اكو ناس مختصه بالشاورما، اكو مختصه بالقص اللحم، يعني اكو ناس مختصه مثلا بالمندي، يعني فتحت مطاعم، فكل الخلطات بفضل احنا الله عندنا يعني كلها تمشي. كلها تمشي. عندنا الفلفل اكثر شيء استخدامات، الفلفل، الكاري، الكركم، هذه استخداماته كثير، الملح، الليمون، اللمندوزي، السماق، عندنا هاي كثير تمشي، يعني لان يوميا يستخدمون البيوت، يوميا يخلي فلفل، تعرفين على الدولمه، على البرياني، فيستخدمون هذا الشيء. نعم. كلش هذا راس الجسر، هذا ايه راس الجسر، هذا جسر العتيق، وهذا يسمونه راس الجسر، وهذا سوق، اكو اسواق هون يسموها تحت البناغه، واكو سوق الحديدين القدامى، طبعا كل عدد يدويه هون يصنعوها، وعدك هذا هون هم ايضا سوق اليابسات، اللي كانت اليابسات كلها تجي اللي يزرعوها بالموصل، القرى والارياف كانوا يزرعون الحمص، الباقل، الزعتر، النعناع، هذا اشكو مواد بالقرى والارياف كلها كانت تجي بهذا السوق، وهاي البسطيه كلها مال البسطيات، مخضر وتمر وفواكه، هاي كلها من المزارع هنا، يعني من المزارع. اي نعم، كلها من المزارع، كلها من المزارع يجيبوها ويعرضوها هون يبيعوها، وعندنا كثير يعني الحمد لله وشكر، احنا الموصل الحمد لله خيره كثير، خير وبركة. نعم. فهذا السوق كان مختص بالسابق، كان باليابسات، يعني كل المحاصيل الزراعية اللي كان يزرعوها بالموصل من باقلي وحمص ونعناع وكمون وزنايج، كلها كانت هون يزرعوها ويجيبوها بهذا السوق. هذا السوق كان مختص بهاي المواد، تعرفين الفليليح يجيبوها يزتوها هون، يعملون مزادات الصبح بالفجر، يعني ساعة 3 الفجر 4 الفجر يصلون ويزتوها هون ويبيعوها، يعملون مزادات، وكانوا يوزنوه حتى ايضا يودوها على جميع المحافظات، يعني على البصره، على النجف، على كربلاء، كلها كانت التموين مالهم من هذا السوق اللي هو ما يعني 100 متر، فكان يغذي العراق كله،
هسه وصلنا هوني هذا محل، هذا المحل الثالث. المحل الثالث هذا جملة ومفرد؟ هذا جملة تقريبا، أكثر جملة هوني. هذا المحل الثالث، تفضلوا. هذا محلكم همينة. نعم هذا هم. مرحبا. أهلا وسهلا. ابنك؟ هذول أولادنا هوني. أهلا وسهلا. علمناهم على ممارسة المهنة. طبعا هوني جملة، هوني مون السوق بالمواد العطارية، يعني كلها جملة، يعني كلها بالأكياس، نمبصرة مثلا، الفلفل، الكاري، الكركم، ايش يحتاجون العطارين يجون ياخذون من هوني. نعم. يعني هذا آخر شيء فتحتوه بما أنه شفتوا الإقبال مثلا العالم والناس؟ أكيد أكيد، من رجعنا فتحوا العطارين طبعاً بعد معارك التحرير. تعرفين أثناء المعارك هاي الأسواق، المنطقة القديمة طبعاً بالكامل هي انهدمت، فإحنا رجعنا تعرفين أصرينا، لأن هذا تاريخنا، آبائنا وأجدادنا بدوا من هوني، فإحنا أصرينا على إرجاع تاريخنا وأبانا، يعني موقع أبانا وأجدادنا أصرينا نرجعه، يعني حتى بدون أي مساعدة، يعني الدولة ما ساعدتنا ولا أعطونا أي شيء، إحنا من تمويل ذاتي رجعنا محلاتنا وعمرناها، والحمد لله سعى العطارين، سوق العطارين عامر، رجع مثل قبل. حافظتوا على المهنة وحافظتوا على تاريخ الآباء والأجداد. أكيد. وعلى هذا المكان. نعم. بالتحديد على هاي الدرابين. أكيد. الضيقة مثلا. طبعا طبعا، هو لأن يعني المنبع كان من هنا، كنتوا من هنا تصدرون لكثير أكيد مناطق. أكيد. ولكثير دول، كثير المحافظات احنا كانت تتغذى من هذا السوق. يعني ذكرت لك انه كل المحاصيل الزراعية اللي تحتاجها باقي المحافظات كانت من هذا السوق، وهذا السوق يعتبر هذا السوق العطارين وسوق اليابسات، هو باب الصراي، واجهة منيرة مضيئة لمدينة الموصل، يعني تعكس تاريخ المدينة هذا السوق. يعني سوق ذكرت لك من 1769 تأسس هذا السوق، يعني مئات السنين، فما معقول ان احنا نسيبه بيوم ويومين، فأصرينا على إرجاعه. الحمد لله والشكر بعد معارك التحرير جينا غشعنا السوق ركام أطلال، فأصرينا على إرجاعه. الحمد لله والشكر رجع عامر، رجع ويشتغل. رجع مثل قبل وأكثر. نعم. يعني نعم نعم أكيد، ألف الحمد لله. حجي رفاعي اليوم. نعم. تعبناك ويانا. كل الهلا، شرفت بيك. شكرا لحضرتك. الله يوفقك منك بشغله. أمين. بعملك. أمين. وتحافظ على هاي المهنة. نعم. اللي دنشوفها اليوم، وهي مهنة الآباء والأجداد. نعم. اليوم تعطرنا بريحة البهارات. الله يعطيكم صحة وعافية، وتشرفت بيكم، وأتمنى لكم موفقية والنجاح إن شاء الله. كل الهلا ويا مرحبا، أهلا وسهلا. طويلة اشتهرت هذه المدينة في بهاراتها المعروفة، فنستطيع القول إنها ماركة مسجلة باسمها، وإن كانت أغلب المواد مستوردة، لكن لربما طريقة التحضير أكسبت العاملين في هذه الحرفة خبرة متوارثة. السؤال هنا، هل ستحافظ الموصل على هذه السمة في هذا المجال، أم ستحجب الأضواء عنها، خاصة مع وجود ممتهني بيع التوابل في جميع أرجاء العراق، وانتشار البدائل الحديثة التي تنافس الطرق التقليدية في مزاولة هذه المهنة. زعلان ويا محلاكي، سبحان من سواكي. زعلان ويا محلاكي، سبحان شقواكي. ليش الزعل يا فلانة، قلبي عشقواكي.